هذا الملف ملف معقد جدا، وطالما تحدثنا به كثيرا عبر وسائل الاعلام وخلال قناه وان نيوز، القضيه هي اليوم تعتمد على مدى انه وصول ترامب الى السلطه وعدم وصوله، باعتبار نحن الان نلاحظ انه اقترب كثيرا من يعني هذا منصب رئاسه الولايات المتحده الامريكيه، كما يرى الكثير من المراقبون ايضا في الشان السياسي ليس فقط في العراق بل في العالم، انه في حال انه وصول ترامب الى السلطه رجل لديه ان صح التعبير، كما في العراق هناك يعني نزاعات عشائري وثار عشائري، كانما ترامب ايضا لديه ثار في داخل العراق، وايضا هو الحشد والشعب العراقي ايضا واكثر القوى يعني الحشداويه ان صح التعبير لديهم ثار مع ترامب، باعتبار الاستهداف يعني حادثه المطار، استهداف السليماني والشهيد ابو مهدي المهندس. هذه القضيه لن تنسى من الذاكره الفصائل داخل الحشد او الشعب العراقي، فبالتالي هذه القضيه يعني وصول ترامب وقضيه الوضع السياسي هو يؤثر على الوضع العراقي بشكل عام. قضيه الاحتلال او قضيه القوات الامريكيه وتواجد القوات الامريكيه، رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني هو في الخارطه السياسيه وفي العمليه السياسيه في الفتره السابقه يعني جرب الوضع السياسي في هذه القضيه، يجب ان يكون هناك صح التعبير، يعني كان في السابق هناك تصريح على ما اتذكر او تحدث به البعض انه ترامب في وقتها قال يجب ان يكون هناك تعامل ودي فيما يتعلق يعني اخراج القوات الامريكيه من العراق، ونحن اليوم الشعب العراقي نعتبرها قوات محتله، هي ليست فقط قضيه تواجد امريكي، باعتبار انه قوات اجنبيه موجوده على ارض العراق، والحديث عن انه هذه القوات الامريكيه او القوات الاجنبيه هي موجوده للاستشارات الامنيه والوضع الامني والتنسيق مع وهي مشكله اخرى، يعني ما بين مهمه التحالف ومهمه القوات الأمريكية، هنالك تضارب في الإعلان والتصريحات وحتى في قضية المواعيد، يعني عندما نتحدث أو نسمع من مقربين إلى الحكومة يتحدثون عن أشهر قلائل 3 إلى 6 أشهر، الولايات المتحدة يعني طلبت على الأقل 2 للانسحاب بعد أن قلصت هذه المدة من 5 إلى 3 سنوات. طيب بذات الوقت هي تتحدث عن بقاء قوات احتياطية لإسناد قواتها في سوريا، ماذا يعني ذلك برأيك؟ يعني الجانب الأمريكي هو يتعامل على المزاج السياسي الذي يريده، يعني حتى اليوم في حال وصول ترامب الجمهوريون أو ترامب باعتباره هو جمهوري سيتعاملون على المزاج السياسي الذي يريدوه أو يضعوه في الخارطة السياسية ليطبقوا خطة جديدة مستقبلية في العراق وفي دول العالم والمنطقة إن صح التعبير، هم يتعاملون على مزاجهم السياسي لا يتعاملون على مزاج السياسيين داخل العراق أو القوى السياسية داخل العراق، حتى الشعب العراقي اليوم بدأ يعرف أنه حتى قضية بعض أصحاب القرار في الجانب التنفيذي والجانب التشريعي، هذه التصريحات من خلال الإعلام ووسائل الإعلام والبيانات نحن نريد الخروج أو إخراج القوات الأمريكية، الشعب العراقي هو صاحب القرار، هو الذي لا يريد يعني التواجد الأجنبي داخل العراق أو القوات الأمريكية صح التعبير، لكن اليوم بعض القوى السياسية عندما تتحدث هي تتحدث من جانب أنه حتى تحافظ على المناصب التنفيذية، تحافظ على المكاسب المالية، المكاسب السياسية، على السلطة، تواجدها في السلطة. يعني اليوم رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني يعني هو الرجل يعني أقول أعانه الله على أنه كيف يتعامل مع بعض الفصائل الموجودة أو القوى السياسية اللي موجودة ضمن قوى الإطار في هذا الجانب، أنه كيف يتعامل معهم، كيف يتفاهم معهم. الرجل هو اليوم يتعامل بجانب تنفيذي كسلطة تنفيذية، كرئيس سلطة تنفيذية يريد أن يقوم بالحفاظ على يعني على الكرسي والحفاظ على الدوله والحفاظ على كيفيه تسيير برنامجه الحكومي كما يتحدث البعض، كيف سيتعامل مع الفصائل التي لديها ثار مع ترامب والذي لديها ثار بقضيه انه كبار بعض الفصائل هي تابعه الى ايران، اليوم يقولون نحن من حقنا ان نرفض التواجد الامريكي ومن حقنا ان نصعد العمليات العسكرية، ربما قد يكون هناك تصعيد عسكري في الفترة المقبلة في حال وصول ترامب.